بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أقيم في المخيم الإماراتي الأردني حفل زفاف جماعي لـ50 عريسا من أبناء وبنات اللاجئين السوريين المقيمين في المخيم. شعارهم نشر البهجة أينما وجدوا دائما وأبدا رغم الصعاب. إنهم متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذين جابوا العالم حاملين أرواحهم على أكفهم، ناشرين البسمة والرحمة على وجوه الآلاف من البشر من دون تفرقة بين عرق أو لون أو دين. صحيح أن بدأ العام بذهاب فلذات أكبادنا في قندهار اللي راحوا يقدمون المساعدات ويقدمون العون لأشقائهم في أفغانستان، لكن هذا الشيء ما بيوقفنا ولا بيوقف دولة الإمارات عن عطائها وعن إنسانيتها وعن الوقوف مع المحتاجين والمتضررين وين ما كانوا بغض النظر عن لون أو جنس أو عرق أو معتقد. في الأردن تم زفاف 50 عريسا وعروسا من أبناء اللاجئين السوريين من سكان المخيم الإماراتي الأردني، زفوا بيوم واحد في عرس جماعي داخل المخيم وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس الهلال الأحمر الإماراتي. عمل فريق الهلال على إتمام هذا الفرح على أكمل وجه وفي أبهى صورة. عندما تقوم هذه الفكرة ببناء أسر جديدة، تأكيد للمجتمع الدولي أن دولة الإمارات المتحدة سائرة على درب البناء والعطاء. بناء هذه الأسرة الجديدة 25 أسرة، أعتقد أنه سيكون إضافة سعيدة لهذا المجتمع. رغم كل الظروف يعني اللي صارت معنا وعملونا الفرحة كثر الله خيرهم، يعني وما كناش متوقعين الفرحة هاي اللي عملونا إياها، يعني عن جد شيء يعني فاجأنا يوم قالونا في عرس جماعي للشباب سجلنا فيه، وأنا أحد الناس يتيم يعني ما ليش أب، الحمد لله ساعدوني وجوزوني. فرحنا الفرحة العظيمة، يعني هي سنة الكون طبعا الزواج، طبعا بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة وما قدموا من دعم. الحمد لله أنا كثير يعني سعيد، يعني فرحتي لا توصف الحمد لله. ليست الإغاثة ولا التعليم ولا المأوى هو ما يحرص عليه الهلال الأحمر الإماراتي، بل تعدى ذلك إلى الحرص على مستقبل هؤلاء اللاجئين، فهم أبناء سوريا الأشقاء وجيل المستقبل، هم الأسرة التي لا بد وأن يوضع حجر أساسها من الآن. مشاهد جديدة لصور المساندة، وكالعادة يؤكد الهلال الأحمر الإماراتي وقوفه إلى جانب الأشقاء من اللاجئين السوريين. وما هذه الصورة اليوم إلى نموذج جديد يؤكد من خلاله الهلال بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. من المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مرجب لفود، حازم الخطأي بقناة أبوظبي.